تحولت البطالة إلى ظاهرة تؤرق المجتمع الفلسطيني، لا سيما الشباب الخريجين الذين وصلت نسبة البطالة بين صفوفهم إلى 37.5%، ظاهرة تتطلب وقفة جادة وجهودا حثيثة من الحكومة والمجتمع للحد منها وفقا للعديد من المراقبين. في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية طبعا ممكن هذه النسبة تزداد لاحقا إذا ما تم زيادة حجم التعاون والدعم المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسة القطاع الخاص الفلسطيني. ستكون هناك نسبة البطالة أعلى من ذلك بكثير، وخاصة أن السلطة الفلسطينية توظف حوالي 180 ألف موظف على الأقل. اتساع الهوة بين مخرجات التعليم وحاجة السوق في فلسطين للأيدي العاملة دفعت وزارتي التعليم والعمل لإطلاق مشروع تعزيز تشغيل الشباب لرفع مستوى مؤسسات التعليم والتدريب المهني. فجوة ما بين مخرجات التعليم وما بين احتياجات سوق العمل سنة عن سنة عم تزداد. احنا باستراتيجية التدريب المهني تعمل باتجاه عمل انتقال يعني من مجال التدريب التعليم الأكاديمي إلى مجال التعليم المهني والتقني. يهدف المشروع لتلبية احتياجات سوق العمل والموائمة بين كفاءات الخريجين والوظائف المتاحة، وذلك للتقليل من أثار البطالة الفردية والاجتماعية. إذا احنا جهزنا المراكز التدريبية والمدارس والكليات التقنية لتصميم برامج متطورة وبالتنسيق الكامل مع سوق العمل مع أطراف الإنتاج، بهاي الطريقة نتأمل أنه يكون في يعني تدريب وتعليم حسب الاحتياج الفعلي. بحسب مركز الإحصاء الفلسطيني تجاوزت نسبة البطالة في الضفة الغربية 23%، بينما وصلت النسبة في قطاع غزة إلى 32%. من مدينة رام الله، حمزة السلايمي، تلفزيون وطن.